سكايب هشام عباس ناشط سياسي سوداني، مرحبا بك. مرحبا بك أستاذ هشام. أول سؤال لك، هي أول جولة لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان خارج البلاد بالتحديد إلى مصر كأول نقطة، ولقائه للرئيس المصري عبد السيسي. وفي أهم مخرجات هذا اللقاء هو تصريحه الذي قال فيه بأنه يقود مرحلة انتقالية تنتهي فيها بانتخابات يحتكم فيها الشعب أو يختار فيها الشعب من يحكمه. ما تعليقكم حول هذا التصريح؟ تحياتي لك ولمشاهديك مرة أخرى. هي فعلا الزيارة كانت مهمة جدا لما يمثله السودان بالنسبة للشقيقة مصر، ولما يمكن أن يقدمه الجمهورية المصرية للسودان وللمشكلة السودانية. كنا نحتاج إلى مثل هذه الزيارة، خصوصا أن مصر تفهم الأوضاع السودانية جيدا وتعرف خطورة الانهيار السوداني على أمنها القومي ولتأثيرات مصر على الواقع السياسي السوداني، وخصوصا على البرهان، لكون هنالك علاقة قوية جدا تربط الجيش السوداني والجيش المصري والقيادتين في مصر والسودان، وتأثير الرئيس الجمهورية المصري على البرهان كبير جدا ومهم جدا ومطلوب في هذه المرحلة. حاليا السودان يتجه إلى وضع كارثي، وهذا الوضع يؤثر تأثير مباشر على الأمن القومي المصري. إذا وضعنا في الاعتبار المعاناة في عموم المنطقة ابتداء من الهشاشة في تشاد، الأوضاع التمرد في أثيوبيا، الانهيار في السودان، وأضف إلى ذلك النيجر، بوركينا فاسو، ومالي، وما يحدث في ليبيا الجارة القريبة. أستاذ هشام، لو سمحت أستاذ هشام، في سؤالي قلت لك يعني قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قال إن هناك مرحلة انتقالية تنتهي بانتخابات يختار فيها الشعب رئيسه، إلى ماذا يشير من خلال هذا التصريح؟ هو المشكلة ليس فيما يشير إليه البرهان، المشكلة هل هنالك ثقة فيما يصدر من البرهان؟ لأن قبل هذا التصريح ب 24 ساعة فقط كان البرهان بين حاشيته في بورسودان في أول لقاء جماهيري بعد خروجه من الحصار، أعلن استمرارية الحرب، وعندما التقى بالرئيس المصري بعد ذلك ب 24 ساعة أعلن عن فترة انتقالية وانتقال سياسي. هنا المشكل أن البرهان بين نارين، ما هو على الأرض من واقع عسكري سيء جدا وضغوطات إقليمية ودولية للاتجاه نحو إيقاف الحرب والخوض في عملية سياسية، وما بين الحصار المفروض عليه من أنصاره الذين يتبعون إلى النظام السابق الإخوان المسلمين، نظام البشير الذي سقط إثر ثورة شعبية. هؤلاء يحاصرون البرهان داخليا ويطالبونه باستمرارية الحرب، لأن هذه الضمانة الوحيدة لعودتهم إلى الواجهة، وأيضا الخارج إقليميا ودوليا ضغط على البرهان للوصول إلى اتفاق دولي. المؤكد أن مصر ترى أن الاتفاق والتوجه إلى الانتقال السياسي هو الأسلم، لكن هل البرهان قادر على مواجهة ضغوط حاشيته ومحاصريه من أنصار النظام السابق أم لا؟ من وجهة نظري أن البرهان يلعب على عامل الوقت، إن حدث أي تطور جديد في العملية العسكرية على الأرض البرهان سيواصل في حربه ورفضه للانتقال السياسي، أما إذا بقت الأوضاع كما هي الآن، سيطرة من ميليشيا الدعم السريع على الواقع العسكري واستمرار قواته العسكرية، سيضطر اضطرارا إلى التوجه إلى العملية السياسية إلى حين نظرة أخرى. في نقطة حاشيته ومن حول البرهان، نعلم جيدا أنه في السابق يعني في الشهر الماضي كانت هناك بعثات إلى خصوصا إلى السعودية، إلى جدة، بوساطة سعودية أمريكية، لكن دائما ما تبوء بالفشل. هل هذا أجبر على البرهان للذهاب إلى مصر شخصيا؟ ليس هذا فقط،
صحيح أن مبادرة جدة والوساطة الأمريكية السعودية مواجهة بتعنت من الطرفين، خصوصا أن الإرادة الوطنية غائبة لدى الطرفين، والأطماع السياسية والسلطوية كبيرة جدا عند الطرفين. هذه الأمور تعقد اتفاق أو الوساطة في منبر جدة. لكن البرهاني يرى في جمهورية مصر والسيسي ظهير مهم إذا قدر أن يكسب ود مصر وتحالف مصري. هو يرى أن هذه قد تقلب الأوضاع على الأرض والأوضاع السياسية أيضا. ولكن الواضح من خلال مخرجات لقائه بالسيسي أن مصر لا ترى في تحالفات ثنائية في هذه المرحلة أي فائدة أو صالح في الواقع السياسي السوداني والواقع العسكري على الأرض، لأن هنالك خطورة كبيرة على مصر. فاستمرار هذا الصراع على مصر ليس فقط من حيث النزوح واللجوء آلاف بل مئات الآلاف السودانيين إلى مصر وما في ذلك من ضغط على الخدمات الاقتصادية على مصر، بل على أمنها القومي من انهيار شامل قد يحدث في الساحة السودانية. أشكرك كل الشكر هشام عباس ناشط سياسي سوداني على كل هذه التوضيحات.